العمل العام اللي حضرتك تقدمت فيه في مواقع أو تقلدت فيه مواقع مختلفة، لكن ما بقى طول الوقت وعلى طول الخط هو المؤسسات اللي حضرتك أسستها وبتشرف عليها لحد دلوقتي. إيه أكتر حاجة قريبة لقلبك وحضرتك راضي عن ما تقدمه للمجتمع بيها؟ أنا اشتغلت بوليسي، يعني صانع السياسات وفي البرلمان، وصانع السياسات بينظر إلى الصورة كاملة. لكن لما تركت هذا المكان قررت أن أنا أشتغل على اللي بيسموه المايكرو ليفل، يعني اللي أنت بتقوله يا عم أعمله بالظبط، حتى لو كان نقطة في بحر. ده اللي لفت نظري جدا وأنا بقرأ عن حضرتك، أنه كل اللي حضرتك ناديت بيه على مدار مسيرتك الطويلة العظيمة ما حاصل على الأرض في مؤسسات مجتمع مدى. عندي مؤسسة قريبة إلى قلبي وهي مؤسسة تكاتف، وإحنا بناخد المدارس الحكومية المهلهلة المدمرة ونرجعها مدرسة يعني زي أكنها قطاع خاص هيلة، وندرب المدرسين والنظار ونعمل تأمين صحي للأطفال. اتنين، مؤسسة التعليم أولاً دي منوط شغلتها أو الهدف منها هو تدريب المدرسين والنظار، وإحنا الحمد لله مدربين لحد دلوقتي 22 ألف واحد برضو بدون تكلفة على الدولة. وإحنا اخترنا قطاع واحد من التعليم هي المدارس الحكومية للغات اللي هي بتخاطب الطبقة المتوسطة. أنا في تكاتف بخاطب الطبقة الأقل من المتوسطة، لكن في التعليم أولاً طبقة متوسطة اللي بتقدر تدفع 4-5 آلاف جنيه في السنة لابنها وبنتها. الجمعية الثالثة في العمل العام هي جمعية الحالمونة بالغد اللي أنا بدأتها وأنا أستاذ صغير في الكلية بأسرة اسمها أسرة أحفاد الفراعنة. أنا لحد دلوقتي بكتب كل أسبوع في المصري اليوم مقال عن حواراتي مع الحالمونة بالغد. عندي طبعا مؤسسة مهمة جدا هي المجلس الوطني للتنافسية وجمعية نشر الثقافة والمعرفة، لأن ده شغفي، هي الثقافة والمعرفة، ومن غير السياسي من غير عمق ثقافي ملوش قيمة. أنا خلاص حفظت تعليم والثقافة والشباب طبعا أنا حضرتك هنا في شركة تأمين صحي خاصة انشئت سنة 89 برضو، ودي أول شركة تأمين صحي مصرية. وانشأت الشركة دي عشان أخلق الطرف الثالث اللي يقدر يسد، اللي يقدر ياخد مني قدر قليل من الأموال وينفق على المريض في المستشفى. في وراها فلسفة.